مرحبا، كيفكم؟ اليوم الفيديو راح أحكي لكم عن أحسن أماكن تزوروها في اسطنبول. أكثر منطقة ممكن أنصحكم فيها هي بايازيد الموجودة بالفاتح. منطقة كتير حلوة وفيها كتير محلات ممكن الواحد يشتري منها أغراض، وخاصة فيها محلات بتبيع الماركات المقلدة، فهي كتير منيحة. وكمان بإمكانكم أن تروح على بازار الفاتح اللي بيفتح دائماً يوم الأربعاء. المكان الثاني اللي بنصحكم فيه هي آيا صوفيا. آيا صوفيا طبعا هو المسجد اللي دائما أي سائح ممكن يجي على اسطنبول لازم يزوره. كتير مكان حلو، بضم حدائق وبزارات وكتير أماكن ممكن الواحد إنه يقعد فيها يشوف المسجد ويسمع الأذان وحتى إنه يصلي في المسجد. فهاي الأشياء كتير حلو إنه الواحد يجربها لما يروح على تركيا. هذا البازار بضم كتير شغلات ممكن الواحد يشتريها بتكون كتير قيمة وثمينة، بس مشكلة هذا البازار إنه غالي شوي. ممكن إنه يروح على مكان أرخص وهو عبارة عن سوق المصري. سوق المصري أرخص منه وبتقدر تشتري منه كل شي بدك إياه، أسعار مناسبة. أنا حاولت أني أصور لكم كل شيء ممكن أنهم يبيعوه بالسوق المصري، فكانوا بضموا حتى مطاعم وكمان مكان لبيع الحلويات وكتير شغلات ممكن أنكم تشوفوها بهذا المكان اللي جنب آيا صوفيا. فأنا بنصحكم أنكم تروحوا عليه. كتير حسيت أنه هذا المكان بيشبه مكان بدمشق. اللي شاف فيديوهات لسوريا أو راح على سوريا بيعرف إنه هاي المنطقة كتير بتشبه سوريا من ناحية المحلات وحتى من الطابع اللي موجود في هاي المنطقة. كمان بنصحكم إنكم تروحوا على حلويات الصفا، كانت حلويات كتير زاكية. نروح ناكلها بهاي المنطقة اللي اسمها سركجي، كانت كتير حلوة، هي قبال آيا صوفيا. وبعديها بتقدروا انكم تروحوا تصلوا بمسجد آيا صوفيا. ما بوصف لكم قد ايه كان حلو الشعور لما صليت بالمسجد، كتير كان الشعور حلو. وطبعا انا دائما بنصحكم انكم تركبوا دائما بمواصلات اسطنبول لانه بتفرجيكم كل المنطقة. ثالث مكان ممكن انصحكم فيه هو عبارة عن عدة اماكن ممكن الواحد يروح لها عن طريق مكتب سياحي، اللي هي عبارة عن بحيرة سبنجا كمان معشوقية. هي كتير حلوة هاي المناطق، رحت يوم كامل عليها وبحس ان يوم كافي. الا الناس اللي بتحب انها تضلها وتستجم بالمنطقة ممكن ان يقعدوا 3 ايام فيها، بس كانت تجربة كتير حلوة وبتخلينا نشوف طبيعة اسطنبول انها كتير حلوة وفعلا ما بنشبع منها. المنطقة الرابعة اللي ممكن انصحكم فيها هي سكودار. منطقة سكودار هي منطقة كتير حلوة، وبحس منطقة اسكودار هي منطقة سكنية أكثر من إنها منطقة سياحية. حسيت أنا لما رحت هناك إني ما شفت سياح كتير، بس كانوا السكان الأصليين. المنطقة كلها بتطل على البحر، هي كتير حلوة وكتير فيها كافيهات وكتير فيها أماكن ممكن إن الواحد يشوفها ويقعد فيها، وممكن إنها تخلص معكم بيوم. أنا جربت المترو كمان لما وصلت لأسكودار، وبعديها بنفس الرحلة يعني بس وصلت على أسكودار روحت على منطقة تانية اللي هي المحطة اللي بعد أسكودار. كانت المنطقة كتير حلوة وكان فيها مول، أسعاره كانت منيحة، أرخص من المولات اللي موجودة باسطنبول. فكتير تجربة حلو إنه الواحد يفوت على هاي الشغلة، يعني ممكن إنه نخصص يوم كامل لهاي المناطق اللي موجودة اللي أسكودار والمنطقة والمحطة اللي بعديها. فكمان إشي منيح إنه الواحد يفوتها. وطبعا أسكودار وهاي المنطقة هي تعتبر بالمنطقة الأسيوية لإسطنبول، فحلو الواحد إنه لما يروح على إسطنبول كمان ما يضل بس بالمنطقة الأوروبية، كمان يروح للأسيوية. فإشي كتير حلو إنه يخصص بجدوله هاي المناطق، وبصراحة هي فرصة إنه الواحد يروحها لأنه هي كتير حلوة ومناطق هادية وإنه الواحد كتير رح يحبها لما يروح عليها. طبعا المنطقة اللي بنصحكم فيها هي تقسيم معروف للكل. المنطقة الثانية هي بشكتاش، هاي المنطقة بتضم قصر دولما باشا. هذا القصر كمان كتير حلو انه الواحد يجرب يروح عليه،
وكمان المنطقة أو القصر جنبه كتير كافيهات كلياتها بتطل على البحر، فكمان تجربة كتير حلوة. حتى الأشياء اللي بقدموها كمان كتير زاكية، ودائما بنصحكم إنكم تشربوا الشاي والكيك التركية تاكلوها هناك. بنات كتير زاكي الشاي والكيك التركي زيادة عن اللزوم، يعني بيعملوها بطريقة كتير زاكية، كتير زاكية. هلا انا دخلت على حديقة اسمها حديقة يلدس، كثير حلوة الحديقة، كلياتها هيك مناظر طبيعية حلوة، والواحد بيقدر يقعد فيها وحتى يتمشى، فكثير حلوة. هلا راح صور لكم اياها، وراح احط وصفها بالتحت، يعني موقعها تحت بالوصف، عشان لو جيتوا على اسطنبول وحابين تيجوا عليها تقدروا بسرعة يعني تيجوا. فهلا بصور لكم وشوفوا قد ايه حلوة. هون عاملين بركة، فشوفي في الجمال كثير حلو، شوفي صوت العصافير قد ايه حلو، هيك راحة نفسية الواحد لما يجي هون. المنطقة الثانية اللي بنصحكم فيها هي حي بيبك، طبعا هذا الحي يعتبر حي الأغنياء، وهاي المنطقة دائما بيصوروا فيها المسلسلات التركية والأفلام، وكمان صاروا يصوروا فيها المسلسلات العربية، فهي المنطقة كثير حلوة وبنصحكم انكم تروحوا عليها. وكمان فيها حديقة أمرجان، كتير المنطقة أو الحديقة كتير كبيرة وكمان حلوة، وممكن إنه الواحد يطل فيها طول اليوم أبدا ما بمل وما بزهق عقد ما هي حلوة ومرتبة. المكان الثاني اللي بنصحكم فيه هو جلاطة بورد، كتير هذا المكان حلو، هو مكان كلياته كافيهات ومطاعم كلياته قبال البحر، فكتير تجرب حلو انه الواحد يروحها. كمان بنصحكم انكم تروحوا على نشانتشي، طبعا هاي المنطقة كتير حلوة وكتير فيها كافيهات كمان ومحلات ممكن انه الواحد يشتري منهم، وكمان فيها هاي الحديقة اللي كتير حلوة واكتشفتها بالصدفة وانا ماشية بالمنطقة، فكمان ممكن انه الواحد يروح عليها، فبنصحكم فيها. كمان بنصحكم بالحج بيرم، مسجد الحج بيرم اللي موجود بأنقرة، كمان مكان سياحي كتير حلو إنه الواحد يروح عليه ويشوف أنقرة هالمدينة الحلوة من أعلى الجامع، فكان كتير حلو المنظر. هذا الفيديو حبيت انه اصور لكم اياه لعلم فلسطين، وانا بتمشى لقيته موجود حاطينه كان كتير حلو، فحبيت انه اصور لكم اياه. لهون بكون خلص هذا الفيديو، بتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه وعجبكم، وهيك بتكون خلصت سفرتي كامل لاسطنبول. حبيت انه بس افرجيكم المناطق، اكثر المناطق اللي حلوة واللي ممكن انكم تروحوا عليها، فبتمنى انه يعجبكم هذا الفيديو، بتمنى تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا بالقناة لحتى نكبر مع بعض. فهلا يلا باي.